هو توفان الكاميروني مدافع فريق المدينة أمامنا مدرب فريق الاتحاد المصري رويد بن حامد شافي خطير على الجهه اليسرى عبد الله او الجهه اليمنى ترجع كره ماتيوس موتو فكرون ماتيوس وفكرون وهناك رايا وهناك سافيرا كما ذكرنا يعرف جيدا فريق الاتحاد المصراتي في الموسم الماضي برفقة احمد القديري الذي يلعب في صفوف فريق الاهلي طرابلس هذا الموسم مع مير بن عبد الله جديدي هذه الكرة الأخيرة بالصراع بين السينالي وأسامة البدوي في تدخل سينالي واحدة واثنين الغرباوي ولكن يتدخل على الشعافي باتجاه المرمى المعروف يترك الكرة للسينالي يسدد سينالي ضعيف الكرة بعلي ماتيوس موتا البرازيلي ينطلق يبحث عن التمريرة الهجمة ما زالت خطيرة التسديدة قرار الحكم عبد الله الجديدي في اللقطة الماضية لكن قرار الحكم يمشي الشعافي يبحث عن البينية هذه كرات هذه خطيرة التسديدة كي معتزل معروف قاسم رجب يمشي ماتيوس موتا التسديدة والكرة يمر المعروف خطير الكرة يمشي المعتز المعروف ولكن الكرة خارج أرضية الميدان للرمية لركلة مرمى وبطاقة صفراء من عبد الله جديدي على متوسط الميدان معتز المعروف بطاقة صفراء شعافي ما زالت يمشي عبد الله الشعافي ما زال يحاول الشعافي العرضية والبينية الخطيرة الغرباوي يكسب ركلة جزاء هكذا شار حكم اللقاء عبد الله جديدي ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد المصراتي على التنفيذ السينالي ظننت ان سعد الغرباوي هو من سيسدد الركلة سينالي يتقدم يمشي سينالي والكرة في المرمى لكن الحكم اراد اعادة تنفيذ الركلة الجزاء يمشي سينالي في نفس المكان الفيتوري وضعها سينالي هدف اول لصالح فريق الاتحاد المصراتي فيتوري وعلى يسار سينالي صارت 1-0 لصالح فريق الاتحاد المصراتي هذه الكرة وهذه العرقلة وهذا السقوط وهذا الغرباوي يكسب خطأ ويكسب ركلة جزاء وضعها سينالي على يمين الحارس الفيتوري لتتغير النتيجة سينالي هدف لصالح فريق الاتحاد المصراتي يمشي اليعقوب البيني لسلام بلو لكن اقرب ايوب عماره اليوم على الاتحاد المصراتي على ارضيه ملعب مصراتي هذه خطيره المعروف هذه خطيره العرضيه ولكن الدفاع من المعروف ولكن الدفاع كانت باتجاه باكا كيكرس الكوره خارج ارضيه الميدان للرميه الجانبيه او للركله الركنيه يخسر الكوره ترجع باتجاه البرازيلي ماتيوس وفكرون وماتيوس صراع البرازيلي امام فكرون ماتيوس يمشي ماتيوس موتا ارجعها لسالم عبلو سالم عبلو العرضية البينية الكرة ليعقوب عبد الله خطيرة ضيع كورة كانت ممكن تكون الجول ضيع كورة سهلة ووضع الكورة فوق الخشبات الثلاث وبعيدة عن مرمى الحارس علي الشعافي البينية ممتازة ورائعة وجميلة كانت الكورة من سالم عبلو وضع الكورة ليعقوب المعروف يمر ما يمرش ما زالت الكورة المعروف بلقطة مهارية بفاصل مهاري مر يكسب خطأ يكسب سافرة حكم اللقاء عبد الله الجديدي هذه الكرة وهذه اللقطة وهذا الفاصل المهاري مر المعروف مر توغل وكسب خطأ من أمام المعتصم اللافت تم اليسرى عبد الله الشعافي الكروس العالي الرأسية والكرة الكرة ولكن العارضة صاحب الكرات بالقدم اليسرى هو عبد الله الشعافي عبد الله حتى على راس أيوب عمارة عبد الله بالمليمتر كرة في الركلة الركنية على التنفيذ ماتيوس البرازيلي طويلة بالراس جول 1-1 تتغير النتيجة العرضية من عبلو بالراس لعباني بدون متابعة وبدون مراقبة كان وحيدا حسام لعباني وضع الكورة بالراس في مرمى علي الشعافي 1-1 صارت 1-1 أصبح المعروف أمام ماتيوس ينطلق معتز المعروف للشعافي عبد الله العرضية إلى الرأسية والكورة طالت عن طريق نبيل الخضر يخسر الكورة ترجع لي
صالح فريق المدينة على الجهة اليمنى. البوعيشي مررها، البوعيشي مررها، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة. سيباستيان قد بدل ضايع بعد انتهاء الوقت الأصلي والطبيعي بالتعادل الإيجابي، هدف في كل مرمى. محمد غوما، أين البينية الخطيرة؟ هذه كرة الجول، ولكن مرت على رويد بن حامد. ما زالت الخطورة، يمشي باكاكي، باكاكي مازال، باكاكي مازال. العرضية أين هي يا أحمد يا فكرون؟ الخطورة ما زالت، والكرة ما زالت، والهجمة ما زالت قائمة، لكن الكرة الرأسية من رويد بن حامد. هذه كرة محمد غوما، وهذه انطلاقة محمد غوما، زاد في السرعة، انطلق مرة لرويد بن حامد، لكن يسقط رويد بن حامد، الكرة ترجع لباكاكي، باكاكي يقطعها عبد الباسط ريبيكا، ترجع لباكاكي يبحث عن الكرة، باكاكي يقطعها المدافع، ترجع مرة أخرى بالراس عن طريق من؟ سيناليو. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء عبد الله الجديدي عن نهاية مجريات هذه المباراة.